أكد مركز ستوكهولم للحريات أن هناك أكثر من 260 ألف شخص مسجون في مختلف أنحاء تركيا، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا. تشير الإحصاءات الرسمية حسب وزارة العدل التركية إلى أن هناك حمولة زائدة تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، ما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون. كما كشف المركز عن تجاوزات غير قانونية يعاني منها المساجون في تركيا، من بينها منعهم من إجراءات أي نوع من الاتصال مع أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم.